بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ربنا عز وجل أمرنا بكل خلق عظيم ونهانا عن كل خلق ذميم، ومن الأخلاق العظيمة اللي ديننا الإسلامي أمرنا بيها خلق التجاهل والتغافل. الخلق ده لو الإنسان التزم به هيعيش في سعادة وراحة بال. ومعنى الخلق ده ان الانسان يتجاوز عن الهفوات وما يقفش عند السلبيات وما يقفش عند السيئات، وان هو يعرض عن الجاهلين. ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقيل قالت العرب: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، يعني المتغافل. وقيل: كن كالنحلة تقع على الطيب وتتجاوز الخبيث، ولا تكن كالذباب يتتبع الجروح. فهكذا إن الإنسان لو الإنسان التزم بهذا الخلق وإن هو ما يقفش عند السلبيات ويعفو عن الهفوات، فالإنسان هيعيش سعيد في حياته. ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: مادحا عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا عز وجل قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتغافلين الذين يعفون عن السيئات، وأن يجعلنا من المؤمنين المرتاحين البال. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.